السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمشروع نتاع ربط المركب نتاع بلارة بميناء جنجن على امتداد 50 كيلومتر، وهذا المشروع اللي يعني تم الانتهاء يعني الانتهاء تم الاشغال به، وهو الان يعني الترتيبات الاخيرة لبداية تشغيله، واللي يكتسي اهمية استراتيجية بالنسبة للمصنع أو المركب تاع البلارة لإنتاج الحديد والصلب، حيث أنه سوف يستغل من الاتجاهين. الاتجاه الأول سوف يوصل كل يعني المواد الخام اللي مازلنا نستعمل المواد الخام تاع الحديد لتمويل تمويل المركب تاع بلارة بجلب الكميات عبر القطار. الآن بعد ما كانت تجلب عبر الشاحنات من ميناء جنجن نحو مركب بلارة، والاتجاه الثاني المعاكس هو لا يقل أهمية، حيث أنه يعني تبدأ عملية التصدير نتاع الحديد اللي بدأت فيها يعني المركب بدأ فيها، واللي حقق حوالي 200 مليون دولار السنة الماضية من تصدير الحديد من إذا مركب بلارة، ويعني لاشيمينمون يعني باتجاه ميناء جنجن لشحنه نحو الخارج. إذا هذا المشروع نتاع ربط الميناء بمركب بلارة على امتداد 50 كيلومتر انتهت الأشغال به، وسوف نتابع الفيديو هذا ليوضح أكثر المشروع الاستراتيجي هذايا لينضاف الى الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية. اترككم في عطلة وحفظها، وجمعة مباركة، والسلام عليكم.